انت مش مش عارف كده؟ تشوفها بس. كتر خيرك والله يا باشمهندس مصعب، يعني دي معلومة يعني ما شاء الله ما تفيدش أي حد في الحياة. طيب تعالوا تعالوا نعمل بروجكت جديد. ام بي اكس كرييت اب هنسميه تيل ويند داش يو اي. في هذه الأثناء انا رفعت فيرجن جديد والله ما فاكر. ماشي والله، بس ما فيش حاجه تضرب في الفيرجن الجديد. بعدين انا فاكر لسه هرفع الفيرجن الجديد. قلت له ويندو مش شغال ولا ايه؟ رياكت هيد للسي اي، هيد للسي اي. لا ده ولا ده، لا مش عايزين نسطب حاجه. ماشي اعمل ريبو بس كده. ماشي طبعا مش مسطب اكستنشن يا شباب، يسطبوا ده حفاظا على أرواحنا كلنا. طيب أنا يعني حاليا يعني لا أخفيكم سرا، آخر مرة عملت سيت أب بإيد التيل ويند كان تقريبا من سكة سنة، which is أنا مش فاكرها صراحة. فخليني تطبقوا مع أخينا ده صح كده؟ لو حد عنده، لو حد أوير بتيل ويند يا ريت يفتح المايك ويشارك معايا، لان انا فعلا مش اوير بيه قوي. فانا هرتجل معاهم، انا عايز اصلا ابقى عامل نسخه بوست سي اس اس دوت كونفيج دوت سي جي اس. ليه سي جي اس؟ عشان احنا شغالين لفيت، فيت الطيب الديفولت تايب بتاعه بتاع المشروع موديول، عشان ما يغلسش معانا والسنتاكس دي تشتغل يعني ناقصه، فنخليه دوت سي جي اس. ودي تقريبا شرحتها قبل كده سيشن، من في سيشن ما. ماشي تيل ويند نعمله بالمرة، كوبي مش محتاج اقرا ايه هو المكتوب. كان في كوماند يا باشمهندس، هو بيعمل الحاجات دي لوحده من غير ما حضرتك انت اللي تكريته. طب ما مش هو قصدك ده؟ اللي هو هو ده يعني هو ده كاريت للباقي؟ طب مش حد يقول طيب هي كاريت الملفين بتاع التلويند وبتاع الكونفيج ده بتاع البوست اس اس. بتاع البوست. البوست سي اس اس، خلاص بقى بس هو بعدين هيكريته بالجي اس. ايش. ماشي 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 ماشي. طيب تعالوا بما ان احنا مش هنشتغل ده كله، فانا هطير فولدر الابس كله عشان انا مش عايز ابقى مشتت. فخلينا نطير الحاجات اللي ملهاش لازمه. ديليت شيرد. ماشي طير ده وده وده وما عندناش اي بي اي، طير الاي بي اي وغالبا هنطير الانيشال كونفيج، بس انا هنطير الحاجات دي. لكن نشوف الانيشال كونفيج ده في حاجه مفيده. لا يلا مع اخواتك. ماشي هو لسه بيسطب. طيب الانيشال كونفيج ده مش عايزينه، مش عايزين الهلمت. ماشي ولا دي برضو محتاجينها، خليها بيت فاضي. راوتر كونفيجريشن محتاجينها اعتقد، ده مش محتاجينه. امسح ليه دلوقتي كله، انا بس بقى ليميت اي حاجة هتدخلنا في لود او اوفر لود لاي اديشنال كونفيجريشن. هل احتاج الروت ولا محتاج الروت برضو؟ انا كده 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 وكده كل شغل هيبقى في one file يعني. ما عندناش URLs for، ما عندناش localization. طير ده كله خلي strict mode. اوكي ماشي. اوكي اعتقد كده احنا جاهزين. نيجي ملف المين بس نمسح الشير، سيب الكونفج مين اول راوتر دوت اد لاش هوم بيج. انا ما فولدر هنا كده نسميه، او تعالى نعمله جوه السورس على طول مش مشكلة. كريت
ونعمل فولدر نسميه ديزاين داش سيستم. اوكي، ممكن نحدث الكيس كونفيج بالانستالات دي. نمسح الديزاين سيستم، خليه على طول جوه سورس. اي حد مش فاهم اي حاجه انا بعملها قولوا لي، بس في الغالب يعني ما فيش حاجه جديده هشرحها لسه، يعني كل اللي انا بعمله بس ان انا بظبط السيت اب، لان انا يعني الفكره ان ده المشروع ما بيتكريت بيبقى مشروع يعني جاهز للبرودكشن، احنا مش هنعمل حاجه زي كده. طبعا هو انا زعلان، خلينا نقفل ونسيت اب مره تانية عشان ساز يشتغل. اوكي، هل في حاجه تانية محتاجين نعملها سيت اب؟ تعالى نكريت الفايل ده. مين دوت اس سي اس اس، نعمل في الكود، ممكن نعمل ماشي، تعالى نعمل امبورت هنا ليه، امبورت ديزاين سيستم سلاش مين دوت سي اس اس، يلا نستارت. في عندنا اي كونفيجريشن تانية؟ ماشي، ده اعتقد مش محتاجين. طيب ماشي، تي اس كونفيج. ماشي، ساس نسطب ساس. انا نيت انا ساس سطب ساس، مع ذلك عملت له امبورت. ايه الذكاء ده؟ سي اس اس سي اس اس. ماشي كده، احنا الدنيا عندنا تمام. عشان نتاكد ان الاستاذ شغال هنعمل ايه؟ نيجي هنا. ماشي، خليه دوت كلاس نيم، سوري، تكست داش اكسل فونت داش بولد. الحمد لله ما اشتغلش، الحمد لله. وده ان دل فانه يدل على ان احنا في عندنا حاجه غلط، انا مش عارف ايه. المفروض بنعمل فايل اللي هو المين سي اس اس ده، في حاجات بنحطه فيه، انا معرفش عملت كده ولا لا. ما هو ما ده الفايل اللي انا فاتحه اهو، مين دوت تي اس اس اهو. نتاكد ملف ال تيل ويند موجود، كونفج جي اس. لا لا لا، انا مش واخد بالي النت عندي وحش، بس فهمني انت تقصد ايه. خليني راجع ال اي ملف التيل ويند كونفج كان فيه ايرور دلوقتي يا باشمهندس. لا اعتقد اقفل السيرفر يا ريس وافتحه تاني. تفتكر؟ طب لو عملنا كده ايه اللي هيحصل؟ انا همسح كلمة موديول. لا زعل، هي بتتصلح باكسبورت ديفولت. على حسب هو بيسبورتها اصلا ولا لا. سورس سلاش، اعتقد ان احنا اه مين في حاجه حاجات، بتاع. اه لسه، اه في حاجات ايوه دي هتتجمع هناك. فين 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 رياكت؟ بس كده ماشي، احنا كده جاهزين. طيب ايه اللوت اللي احنا محتاجينه؟ احنا دلوقتي محتاجين نعمل ديزاين سيستم بالاستاذ تيل ويند، اللي هي ممكن نقول عليها بمعنى ادق يعني، عشان هي مش هنعمل ديزاين سيستم بالكامل. الانتر اكتف كومبوننت او اليو اي كومبوننت زي ايه؟ زي الموديل اللي هو البوب اب او الدرور، البوب اوفرز، التول تيبس، الفورم كنترولز اللي هي زي السلكت والسبميت والراديو والتشيك بوكس، الحاجات دي كلها.
فاحنا اول حاجه محتاجين نحددها احنا هنيجي نعمل فولدر هنا نسميه كومبوننتس. ليه؟ عشان كده يبقى عندنا كومبوننتس واكيد هيكون في عندنا هوكس هيجي الاثنين. التايبس مش عارف اذا كنا نخليها جوه الفايل، غالبا هنخليها جوه كل كومبوننت، بس تعالى نبدا نكريت الكومبوننتس بتاعتنا. عندنا الموديل وعندنا ممكن نعمل ايه تاني؟ سيلكت مثلا سيلكت انبوت، وممكن نعمل تكست انبوت. في كمان عندنا محتاجين نعمله؟ تعالى نبدا بدول. دلوقتي احنا عمالين نشتغل على اي حاجه خاصه باليو اي كومبوننت كاستراكشر، اول حاجه لازم نعملها ان احنا بنعمل البروتوتايب بتاعنا او البلو برينت او النقط كده اللي احنا هنتحرك عليها. احنا اول حاجه محتاجين نعرفها هو اصل الكومبوننتس دي هتشتغل ازاي وايه اللي المفروض يتبعت لها وهي تعمل ايه. فالكلام ده المفروض ان احنا نحدده من الاول. يعني مثلا التكست انبوت، هل احنا هنسمح لليوزر، اليوزر ده يا جماعه بالمناسبه اللي هو الديفلوبر اللي بيستخدم الكود بتاعنا، ان هو يتحكم في اليو اي بتاعه ولا لا، ولا هنديله ديفولت يو اي ومالوش كنترول عليه. حاجه الثانيه اللي هو هيتحكم، هل هيبقى يتحكم على الكومبوننت ليفل يعني على الكول او اليوسج، ولا ممكن نعمل جنرال كونفيجريشن، ولا ممكن نعمل حاجه زي البروفايدر اللي هو بالكونتكست. هذه كلها لازم نحددها من الاول عشان نحدد احنا هنشتغل ازاي. انا خلي الموضوع سيمبل، ممكن الموضوع ده نكرره اكتر من مره خصوصا الساعه 12 دلوقتي، فغالبا مش هنقدر نطول. فبالتالي خلينا نحدد حاجه زي الاستاذ ده الموديل. مين ممكن يقول لي ايه اللي ممكن يكون موجود في الموديل او الاستراكشر بتاعه بيبقى ماشي ازاي؟ حد كده لو هيجي يقول لك اعمل لي موديل جديد، ساعتها ايه يعني ممكن نعمل الموضوع ده ازاي، او ايه البروبس المفروض تستقبلها الكومبوننت واحنا نبعت لها ايه؟ هو حضرتك بس تقصد فروم ذا سكراتش ولا بس هتستخدم تيلويند؟ لا، ما تيلويند هستخدمه في اليو اي، تيلويند اخر يو اي، لكن اللوجيك احنا اللي هنعمله. ما هو ده الهدف اصلا من السيشن دي، ان احنا نعمل اللوجيك للحاجات دي. تمام، يبقى احنا هنحتاج الكرييت بورتال. لا انا بتكلم دلوقتي، احنا دلوقتي اليوسج بتاعها ايه لازم نحدده الاول، يعني هنستخدمها ازاي، ايه الفيتشرز اللي فيها، بعد كده بقى الامبلمنتيشن دي اخر خطوه. لان انا يعني انا دلوقتي هاجي اقول لك انا عايز اعمل عربيه، فانت مش هتخش الورشه تعمل عربيه من غير ما تعرف مواصفاتها ايه، ايه الالوان بتاعتها، ايه القطع الغيار اللي هتبقى فيها، هتمشي على سرعه اخر كام سرعه، محتاجه بنزين ولا بكهرباء. طب يعني حضرتك تقصد اليو اي بروبس مثلا، يعني زي السايزز والباك بروبس؟ ممكن نبدا حاجه زي اليو اي بروبس. ايه اللي ممكن نعمله في البروبس؟ اول حاجه البروبس دي الديفينيشن او الاستخدام بتاع البوب اب. ممكن نعملها ازاي؟ البادي والفوتر. لا انت كده دخلت على الكونتنت، عايزين نبدا من الاول خالص. ممكن من الاول خالص، يعني يتبعت له امتى هيفتح وامتى هيقفل اصلا. ماشي صح، يبقى احنا في عندنا تعالى نفتح السطر ده بروب جيت ويذر اوبن. هل دي هتبقى ريكوايرد ولا اوبشنال؟ ريكوايرد. ريكوايرد بالظبط. ليه؟ لان الموديل من الحاجات اللي ما ينفعش يبقى فيها، ما ينفعش تبقى ان كنترول، يعني هي ما فيش حاجه تخليها تفتح لوحدها، فديت ما ينفعش. مثلا يعني مثلا في كومبوننتس اقدر احط فيها اوبن واقدر احط فيها ديفولت اوبن، الموديل مش من ضمنهم، ما ينفعش تبقى كنترول، ما ينفعش تبقى ان كنترول، لازم تبقى كنترول. كول باك ذات ويل بي كولد وين الموديل از كلوزد عشان يقفلها. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ تشيلدرن. صح، تشيلدرن موديل كونتنت التايتل children التايتل. ماشي، هل التايتل هيبقى required؟ لا. هيبقى ايه التايب بتاعه؟ react dot react note. ماشي صح. model title.
طيب ايه كمان ممكن يبقى عندنا؟ مين ممكن يقول لي ايه كمان ممكن نحط فيه؟ الويتس. لا ماشي ممكن نحط له ويتس. مودر ويتس. انا خليها اختصارا طبعا احنا محتاجين سي اس اس بروبرتيز. ماشي ايه كمان ده؟ طيب يا جماعه عشان لو عايز اجيب اي سي اس اس بروبرتي، لو عايز اعرف التايبس بتاعتها مش محتاج ان اكتبها. لو جيت وقفنا هنا هدينا ان هي تيبل سترينج نمبر انديفاين، فبدل ما اكتب كل الكلام ده انديفاين ده طبعا مش عامل استفهام، فهو اوتوماتيكلي باخدها من السي اس اس سيلكتور السي اس اس بروبرتيز تايب. ايه كمان ممكن احط كفيتشر اعملها؟ الترانزيشن. الترانزيشن ماشي. عندنا الديوريشن، هل نعملها اوبجكت ولا نخليها فلات؟ يعني ترانزيشن ديوريشن وترانزيشن مود مثلا، ولا نعمل اوبجكت اسمه ترانزيشن جواه المود والديوريشن؟ انا بفوت للاوبجكت. ماشي انا برضو بفضل الاوبجكت. ترانزيشن. طيب حد يقدر يقول لي ايه الافضل او ليه نفضل الاوبجكت؟ هو مش افضل بس ليه نفضل الاوبجكت؟ يعني يعني البروبس كلها هي خاصه بالترانزيشن، فيعني نعمل لها جروبنج جوه البروجكت. لا هي الفكره كلها عشان لو انا حبيت لو انا حبيت افصل الترانزيشن ده، لان هو يعني مثلا غالبيه اليو اي فريم وركس بتعمل الترانزيشن ده اصلا بتعمله كومبوننت منفصله، انك تعمل ترانزيشن لاي حاجه، هي دي الفكره منها. طيب ايه كمان ممكن عندنا؟ الباك دروب. ماشي باك دروب كلوز موديل باك دروب كليك. هخليها باك دروب على طول. لا باك دروب. ايه كمان؟ والباك دروب برضه باش خلص ممكن نحط فيها الستايل بتاعها او الايفكت بتاعها اللي كنا عايزينه، اللي هو بلير ولا البرايتنس. ماشي. طيب ممكن نعمل الباك دروب ايه؟ ممكن نديله اوباستي وبلير، وممكن نديله كمان لون. طيب خلاص نخليها مثلا ممكن نغيرها نخليها ايه؟ في البروبرتي اللي هي الباك دروب فلتر دي جميله قوي يا باشمهندس. ايه الباك دروب فلتر ده؟ بيبيع ايه ده؟ هو اوتوماتيك. هو اوتوماتيك بتقدر تختار منه اذا كنت عايز الباك دروب يبقى معمول له بلير ولا معمول له ولا الاوباسيتي ولا اوكي. البرايتنس. ماشي باك دروب اوبشن. ماشي هتلاقيني دايما بعرف اكسبورت طيب مش بكتب طيب. ليه؟ لان ممكن يبقى في احتماليه كبيره ان انا انقل الحاجات دي في فايل منفصل. الحاجه الثانيه، الحاجه ديت بما ان هي هتبقى كده كده موجوده، فدايما الافضل ان انا ازود له ايه؟ ديفولت، واعرفه في الدوكس ان الديفولت ده كده انا بقول له يعني بحيث ان لما اجي اقف هنا على الكلمه دي بيظهر لي الديفولت بتاعتها. طيب دي الاوباستي. ايه كمان عندنا؟ الكالر. ماشي الديفولت برضه نعمله بالمره الاسود والاوباستي. مش عارف نضيف الزد اندكس. باك دروب لور دي احنا نخليها ديفولت ايه؟ زيرو مثلا. تعال نشوف هل موبايل تدينا حاجه تانية. ممكن نتحكم في الاوفرلاي برضه، في درجه الاوفرلاي اللي بتبقى مع الموديل.
ما هي دي الباك دروب، هي الاوفرلاي. عايز تتحكم في الاوباستي، في الكالر، الكالر اللي هي الباك جراوند بمعنى صح، الفلور اللي هو تبقى منغوشه ولا لا. طيب نقطه مهمه، زي ما قلت لكم هي الفكره كلها، احنا الهدف من السيشن مش ان احنا نعمل الحاجه، ان احنا نتعلم ازاي نعمل الحاجه. انا حاجه زي كده مثلا مش عارف ايه كمان ممكن اعمله، فساعات اعمل ايه؟ اشوف الناس اللي عملت الحاجه دي، اشوفهم عملوا فيها ايه. فمثلا كده زي كده ممكن افتح حاجه زي مانتين، بما اني بحب مانتين، فاجي هنا اروح له عند الموديل يا جدع خلاص فتح. طيب هنا انكم بص عليه مثلا الكليك، فانا عندي هنا في ترانزيشن ان واوت، دي اول حاجه. فدي ممكن نقطه ممكن اخد بالي منها. تعال نشوف هنا السنتر مود مثلا، دي حته كويسه، ده بتزود كلمه اسمها سنتر، بسنتر وفيرتيكال يوم ليه حتى احنا اكتر حاجه بنستخدمها او انا بستخدمها عموما مع مانتين. ممكن اقول له مثلا سنتر موديل فيرتيكال سنتر. الحاجه الثانيه المسميات، لو انا مش عارف مسميات ايه ممكن اشوف هم مسموها ايه وابدا يعني استخدمها زيها لغايه لما يعني مثلا with close button دي انا كنت كاتبها هنا اصلا من شويه، دي انا كنت واخدها فعلا منهم يعني موجوده هنا. اوكي بس مش عارف ليه هو رابطها بال ماشي. مثلا حاجه زي السايز، يعني ده مدي لك اكتر من سايز الكومبوننت، فاحنا ممكن نزود سايز موديل سايز، ممكن نقول له اكس اس فول سكرين، وده ممكن نخلي الديفولت بتاعه مثلا ام دي. مش عارف الاوتو ديت غالبا انا هفكس لها، ده فول سكرين عادي مش حاجه. ده ايه ده؟ ده هنا يعني مثلا دي البلور اللي كان مصعب بيتكلم عليه من شويه، الشكل اللي ورا ده. اوفرلي بروبس بلور 3 باك جراوند اوباستي نص، ماشي دي احنا اوريدي عملناها. ماشي دي ما فيش فيها حاجه يعني، غالبا دي هنعملها بالكونتنت عادي ملهاش علاقه. كرول اريا برضو مش تبعنا، ده اعتقد الترانزيشن. ده الاوفست، الاوفست عشان يحرك الاتجاه بتاعه بدايته ونهايته سواء فيرتيكال او الهوريزونتال. اعتقد كده كفايه، دي الترانزيشن اللي بنقول عليها. ده التراب فوكس برضه، تعال نزود حته التراب فوكس. Weather to trap. ده فوكس ده عشان اقدر اكليك هنا ويفوكس على اي ام انا عايز اعمله او اي بوتن طبعا. بس اعتقد كده كفايه، غالبا مش هتكلم عن حاجه ثانيه. اخر حاجه بقى في عندنا الجزء بتاع الستايلز، الستايلنج. الستايل دوت احنا حاجه من الاثنين، زي ما احنا شغال يعني، هل نضيف التو اوبشنز ولا وان اوبشن؟ ايه هما التو اوبشنز؟ ان انا اضيف الستايل عن طريق الكلاسز. انا بقول له لا هتبعت لي كلاسز، يعني ايه تبعت لي كلاسز؟ يعني انا دلوقتي الموديل هيبقى في عندي واحد للروت اللي شايل الليله كلها، واحد للاوفرلي او الباك دروب، واحد للبادي، واحد للهيدر، واحد للتايتل. فدي كلها ممكن ندي له كل واحد ليهم كلاس خاص بيه. نفس القصه ممكن نابلاي ستايل، بس انا اعتقد ان احنا لو بما ان احنا البيز بتاعنا تيل ويند، فانا غالبا هامبريز الكلاسز. اد موديل كلاسز تعال نبدا نعرف هنا الموديل كلاسز ليست، موديل كلاسز بورت تايب روت، عندنا البادي، الباك دروب، الباك دروب، الكونتنت، ماشي خليها كونتنت، يبقى كونتنت كويسة، والهيدر، بس في حاجة تانية؟ ولا مفيش حاجة تانية؟ البادي. طيب إيه الفرق ما بين الكونتنت والبادي؟ حد يعرف؟
هل نضيف فوتر اصلا؟ هل شكرا هل الفوتر ده ليه لازمة؟ لا ملوش لازمة. ماشي ممكن كلاس بوتن تقوله بس انا مش عايز الفرق ما بين الكونتنت والبودي. ال انا دلوقتي عندي البوب اب دي فيها الروت اللي هو اللي شايل كل الليله ديت، ده الباك دروب او الاوفرلي اللي ورا. هنا انا في عندي الجزء ده اللي هو الكونتنت بتاعي، شايل الهيدر والبادي، دي الاستراكشر بتاعه. فدي المسميات اللي عندنا الكونتنت والبادي. تعال نشوف هنا بالظبط، احنا تقريبا برضه نفس القصه اللي احنا عاملينها نفس ال. طب احنا كده عملنا التايبس بتاعتنا كلها، بما ان التايبس كبرت قوي معانا فساعتها بنعمل ايه؟ خدها كده كات، نيجي هنا نعمل ملف لناس اسمه تايبس. وبما ان احنا اصلا قلنا كنت عامل لكل واحد اكسبورت فيهم على طول، فما بقتش محتاج ان اعمل اكسبورت هنا، بما ان هو جنبي فمش محتاج ان انا اعمل، بما ان انا هشتغل في دي ماشي خليها دلوقتي كده. انا عرفت البروبس بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، وكمان بقى عندي شكل او تصور ايه الفيتشرز اللي هتبقى موجوده. النقطه الثانيه، ايه اللي انا هنفذه منها الاول؟ اول حاجه دايما وابدا بتنفذ البيسكس فقط. انت عامل حسابك ان هو بقى فيه مثلا حاجه زي التاب فوكس، حاجه زي ان هو يتحكم في الترانزيشن، الحاجات دي انا هضيفها مستقبلا، هل انا محتاج اضيفها دلوقتي؟ لا. طيب ده الموديل عندي، ايه الكومبوننتس بقى؟ يعني خلاص احنا عرفنا البروبس بتاعتنا، ايه الكومبوننت اللي موجوده عندي؟ مين ممكن يقول لي؟ ها يا شباب، ناس نامت ولا ايه؟ ايه الكومبوننت المكتب عندنا يا جماعه؟ مش حد يعرف؟ احنا عندنا كده الهيدر والبادي. ماشي الهيدر والبادي والكونتنت اللي هو اللي شايله الروت باك دروب او خليها اوفرلي ايا كان الاسم. اعتقد دي الكومبوننت هتبقى عندنا. حاجه تاني؟ لا اسمع له كده ماشي. ممكن نيجي جوه ال، ممكن نيجي هنا نعمل كومبوننت نسميه اوفرلي، ودي انا هفصلها خليها تبقى لوحدها عشان في الغالب يمكن تستخدمها في اكتر من مكان، يعني دي غالبا مش هيبقى فيها اكتر من ان احنا ممكن نيجي هنا عند الباك دروب دي. تعالى نريبليس باك دروب، انا بس عايز اغير اسمها خليها اوفرلي، واجي اخد دي كده كات وهاجي ارميها هنا تايبس دوت اس بيست، واجي هنا اعمل امبورت للاستاذ ده اوفرلي بروبس. دي برضه طبعا نخليها اوفرلي بما انها اتغيرت بقت هتبقى هنا في الكيس ده تبقى هي البروبس اوفرلي بروبس. ولو جينا عند الاستاذ اوفرلي نفسه هنيجي نمسح بقى الاوبجكت ده ونيجي نعمل لها ايه امبورت من جنبها. طيب في نقطه مهمه، تقريبا نسبه 99.9999% في الغالب اي حد بيشتغل ما بيعملش اللي انا بعمله ده، على الاقل الناس الشباب اللي هي لسه يعني ما عندهاش خبره كبيره. انا لغايه دلوقتي اصلا ما شفتش شكل البراوزر ايه من ساعه ما بدات اشتغل على الموديل. فكرة انت على قد ما تقدر بتدي تخيل، ترسم الحاجه في دماغك، ترسمها تدي لها ستراكشر، تقسم الفايلات قبل ما تبدا شغل. ليه؟ لان انت لو مش عارف من الاول انت هتعمل ايه فانت هتبقى عندك معضلتين. المعضله الاولى انك تحل المشاكل بتاعت الكود وانت شغال، يعني المشاكل الطبيعيه، نسيت كومه، حطيت سترينج جواه نمبر انديفايند فاليو وهكذا. المشكله الثانيه انك ممكن توصل في نقطه اثناء ما انت شغال مش عارف تعمل ايه بعد كده. انا بتكلم كسيناريو ان خلصت كذا كذا كذا، طب وبعدين؟ دي ممكن تحصل حتى بعد ما احنا عملنا الكلام ده، ممكن تحصل بس نسبتها تقل جدا. يعني بدل ما تحصل نسبه 50% تحصل نسبه 10% 5%.
على قد ما بنقدر بنكفر اكتر من حاجه. الحاجه التانيه انا مثلا شفت هنا حاجه زي دي، ممكن برضو افتح ام يو اي برضو اشوف الموديل بتاعه، لو انا عايز مثلا ابص عليه، بص على اكتر من حاجه اكتر من شكل. تعال بص كده على اللايت مود هو بيعمل ايه. ده مثلا الدرور بتاعه هو وحش قوي ولا متخيل ايه البورده اللي هو عامله ده، غريب. ماشي، مثلا في برضه المحلات اللي موجودة منتشرة برضه حتة الكيب ماونت دي من أكثر البروبس ممكن نستخدمها. تعالى نضيفها، مش هنعملها بس هنضيفها. موديل سلاش بايبس ويذر تو كيب انت بتعمل ايه يا باشمهندس؟ زي ما الراجل كتب ده لي كده. هل انا عايز لما الاوبن دي تبقى فولس الكومبوننت تتشال من الدوم الاليمنت نفسها ولا تختفي بس؟ ده الفرق. ان انا دلوقتي يعني مثلا هنا دي كده لما بيجي يخليها كيب ماونتد لما بيقفلها هي اصلا التيكس او الاليمنت ده هو موجود بس مش ظاهر، لكن اللي فوق هو كل مره بيكليك عليه بيوبن الكومبوننت من اول وجديد، يعني بيعمل لها ريندر من اول وجديد. لكن الثانيه هو خلاص عمل لها ريندر بس بيغير اليو اي بتاعها، بيغير الفيزيبيليتي بتاعها ان هي تبقى هتجرب فيزيبل. الكرييت بورتال دي بالمره بقى انت في ايه؟ الموضوع، هتجرب الكرييت بورتال ان انت تخليه لا ما رندر. انا مش هجربها، هو كده كده الموضوع يعني كريب بورتال ده كده كده اساسي، ده طب هو الديفينيشن، باشمهندس ده الديفولت بتاعها. ايه الكيس اللي يخلينا نكيب ماونت الموديل يعني، او هستفيد ايه من ان هو يفضل في الدوم عندي؟ زي ما الراجل الطيب ده كده ما كان قايل لك، لما عندك كونتنت كبير في ال في الموديل او مثلا حاجه زي السيرش مثلا، هو يقول لك كده ممكن تبقى بتعمل سيرش تفتحه وعايز تفضل نفس الريزلتس معروضه، مش عايز يفتح ويسيرش من اول وجديد، اخر حاجه انت كاتبها تظهر لك تاني. فدي مثلا من ضمن الحاجات. فانت لو عندك الحاجه اكسبنسيف انك تقعد تبعت اي بي اي ريكويست في كل مره بيفتح الموديل ويسيرش، لا انا ممكن مثلا بس محتاج افتح اخد حاجه من الموديل ده واقفله تاني. فدي بيبقى ليها الكيسز بتاعتها. تمام. بنسبه كبيره، بنسبه كبيره بتحتاجها لما يبقى في اي بي اي ريكويست في الغالب يعني، او غالبيه شغلنا بيبقى حاجه زي كده، لكن غير كده انت في الغالب ما بتحتاجهاش. طيب انا دلوقتي عندي الموديل، تعال نكريت كده الكومبوننت بتاعتنا الموديل. هل احتاج ان انا كريت لهم كومبوننت منفصل ولا لا؟ ده السؤال. انتوا رايكم ايه؟ نكريتهم كل واحده في موديل منفصل ولا نخليهم هنا؟ تعتقد الدنيا هتبقى زحمه شويه؟ حابب اخد اراء للشباب قبل ما هذا شغل. في حاجه تانية احنا نسيناها، انا عمال اكتب اد ديفولت اد ديفولت اد ديفولت، فين الكلام ده؟ هنعمله ازاي؟ الديفولت لما بيبقى عندي حاجه بقول لها تبقى ديفولت او لا، بيبقى ليها حلين او طريقتين. ان انا تبقى الحاجه بيسك، اجي مثلا هنا اقول له السايز بيساوي ام دي، او ان انا ممكن اعمل اكسبورت كونست موديل ديفولت. انا طبعا خليها بارشل عشان ما يزعلنيش في حته الاوبن، هي اقول له مثلا سايز ام دي، الاوفرلاي مثلا هي اقول له والله لا ده انت عندك الباك جراوند، اقول له الكلر مثلا كذا، الاوباستي لا خليه عادي اسود عادي. الاوباسيتي يا جدع نص نص، دي طريقه ودي طريقه، ممكن اعملها كده ممكن اعملها كده. في الغالب لما تبقى حاجه كبيره شويه غالبا بستخدم الموديل ديفولت او بعمل حاجه زي دي. طيب انا هنا دي عندي كده البروبس بتاعتي، بروبس ممكن انا اقول له كونست موديل بروبس بيساوي ميرج
عايز اي كومبوننت او اي حاجه تعمل لي ميرج لل هاي دي، ممكن استخدم مونجز سلاش انفورسمنت دي، بتعمل ديب ميرج ما بين الديفولت بروبس والبروبس اللي هتتبعت. ليه؟ عشان انا مثلا حاجه زي كده يعني نفترض ان هو بعت الكالر وما بعتش الاوباستي، فانا هبقى اخد الديفولت بتاع الاوباستي، او بعت الاوباستي وما غيرش الكالر. فدي فايده انك تعمل تستخدم حاجه تمرج كل الفاليوز مع بعض. طبعا هو انا مش عارف ايه دي، ممكن اجي هنا اقول له مودال بروبس. طيب الكلاسز بقى عندنا في هنا نقطة، الكلاسز بقى فيها مشكلة. ايه المشكلة اللي في الكلاسز؟ ان انا عايز اصلا امرج الكلاس الواحد، مش امرج مش البروبرتي. يعني هو لو مش معرف مثلا مين باك دروب، انا غيره برضه نخليه اوفر ليه اوفر ليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اقصد ان انا ممكن امسح كل الكلام ده، انا ممكن عايز احط الديفولت كلاس بتاعي، وعايز كمان ان اليوزر يقدر يضيف الكلاس بتاعه، فغالبا دي اخليها تبقى الديفولت كلاسز. ممكن اقول لك كونست او اكسبورت كونست ديفولت كلاسز، لو ما ينفعش اصلا يغيرها ممكن اقول لها مودل بروبس من الكلاسز بتساوي، عندي الروت هيبقى ايه الكلاسز اللي فيه، عندي البادي الكلاسز اللي فيه، الهيدر الكلاس اللي فيه، ممكن برضه نحط التايتل. انا شايف التايتل برضه يعني لو بعت ممكن نعرفه هنا فين موديل تايتل، هيبقى برضه ليه الكلاس بتاعه. كلوز بوتون كونتنت اوفرلي. دي كده الكلاسات بتاعتنا، ودي الفاليوز بتاعتنا في الديفولت. انا عملتها هنا على قد ما اقدر، على قد ما اقدر بحاول اخليها منفصله في ملف تاني ديفولت يس. ليه بعمل كده؟ عشان الدنيا عندي هتكبر جوه في الموديل، هتكبر بشكل كبير، فانا طالما ان انا عارف ان من الاول الدنيا هتبقى كبيره ما اقدرش نفسي. موديل. طيب دلوقتي الجزء الخاص بالكلاسز، هو هنا هيعمل ايه؟ هنا هيمرج الديفولتس بالبروبس. تمام، انا في الديفولت هنا ما عرفتش الكلاسز. ليه؟ عشان لو هو بعت كلاسز انا مش عايزه يعمل اوفر رايد عليها. يعني زي ما قلت، او مثلا بعت واحده من دول وما بعتش الباقي، فانا عايز اخد دي مع اللي هبعتها. يعني مثلا لو هو بعت روت، فانا يبقى في عندي كده البروبس دوت كلاسز دوت روت بلس الديفولت دوت روت، ده اللي عايز اوصل له الفاينل روت كلاس بتاعي. حد يعرف في تيل ويند الحاجه زي كده بنعملها ازاي؟ لو انا عايز اضيف اكتر امرج اكتر من كلاس. هنا في فانكشن عاملها اسمها سي ان، مين؟ اسمها سي ان، مش ده بتاع المطعم صح؟ مش فاكر، قول لي. سيبك من المطعم، خلينا لو هنيجي نعملها هنا نعملها ازاي. في تيل ويند ميرج، ده باكج هتنزله، باكج هتحتاج ننزلها عشان في تيل ويند لو في مثلا اتنين كالرز نفس يعني اتنين تكست كالر او اتنين باك جراوند كالر، ما بيعملش اوفرلايد لاخر حاجه، دي من الباكج. اوكي فدي ماشي، بتاخد اخر حاجه وتحطها للكومبوننت. يعني ماشي. يبقى احنا كده محتاجين ايه؟ نميرج الكلاسز مع بعض، اللي هي الديفولت بتاعتنا مع هتتبعت للبروبس او هتتبعت للموديل. طيب ايه الستيبس بقى؟ الناس اللي كانت بتشمر وعايزه تدخل بايديها ورجليها في الامبلمنتيشن، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه محتاجين نطلعها من الـ الباشا ده، ايه الستبس اللي هنمشي عليها؟ ريتيرن بورتال. ماشي، هي البورتال. ايوه، ولا احنا هنعمل انكريت البورتال ونمشي؟
هنتشيك الاوبن بتاع الاوبن بروب بتاعتنا لو كانت اوب هنريتيرن كريت بورتال يعني. لا اديني اديني فلو، ما هي ما انت بتديني اجزاء وانا اقدر اربطهم مع بعض. لا قول لي هنمشي ازاي. يعني حضرتك تقصد الامبلمنتيشن يعني؟ الورك فلو بتاع الامبلمنتيشن، يعني ايه الاول حاجه نعملها اول بعد ما حاجه نعمل ايه؟ هنمبورت هل في لوكس هنستخدمها؟ نمبورت طبعا كرييت بورتال اول حاجه من رياكت دوم. ماشي حاضر. هنكاري البورتال، ايه كمان غير البورتال؟ بعد كده هناخد البروبس اللي هي الاوبند عندنا، نشوف لو هي مش اوبند هنريتيرن نال، لو اوبند هنريتيرن الكرييت بورتال، والكرييت بورتال بقى تاخد هنعمل الكلام ده ازاي بتاع الاوبن؟ نكستراكت من يعني ازاي خدوا من البروبس يا باشمهندس وتشيك لو هو اوبند ولا لا بس كده بس كده. بالسهوله دي؟ يا ريتك كان بالسهوله دي يا مستر مصطفى. ممكن حد يفتح المايك ويدلو بدلو حتى لو بيقول غلط، نسمع برضه اراء الناس. ما فيش حد عنده رأي تاني؟ انا نسيت السؤال معلش. السؤال هنعمل ايه؟ ايه الورك فلو بتاع الامبلمنتيشن بتاعنا؟ هنطبق الكلام بعد ده ازاي؟ هنعمل الباكج دي ازاي؟ او الكومبوننت دي ازاي؟ طيب ممكن نمسح دي، مش عايز دور. اقول له انا مودل اول حاجه، او ابدا يزعلني دلوقتي، قال لي اوبنت، اقول له انا اوبنت. في حته اعملها ريكوايرد او اون كلوز، او التشيلدرن طبعا. ماشي، ها هنعمل ايه؟ انا ليه كتبت الكلام ده؟ عشان حاول يبقى خلي عندكم يعني زي تغذية بصرية يعني، أو تخيل إيه اللي ممكن يكون. أنا تعالى نعمل هنا استنى ماشي، يبقى هنعمل هنا نعمل سكيت. استنى بومبيتش حلو، ماشي ده كلام جميل. وبعدين نرجع تاني هنا، هناك في الموديل بقى هنتشك لو الاوبن ديت بفولس هيريتيرن نال. ماشي تعال ناخد السيمبل ابروتش دوت اوبن ريتيرن نال، صح كده؟ طبعا صح، تبقى فاضي عندنا عشان احنا مش عاملين حاجه. تعالى نزود مثلا بوتوم اون كليك اوبن موديل، كليك عليه ظهر البوب اب الموديل بتاعي. طيب ممكن نخليه بدل ما يكليك خليه مثلا طاجل موديل. لو اقول لكم ليه طاجل دلوقتي، كليك تختفي وتظهر ليه؟ عشان انا محتاج ان انا تبقى عيني دايما على لما الاوبن دي تتغير ايه الريفليكشن بتاع عندي هنا. طيب الناس اللي كانت متمسكه بالكريت بورتال، ها هنعمل ايه بقى؟ ريتيرن ايه بقى؟ حد يمليني. ها يا شباب، اول بتاخد تو برامج يا باشمهندس، اول برام هيبقى التشيلدرن، تاني برام هيبقى هن جيت element by ID مثلا او اي حاجه، وهنروح نضيف في ال HTML فايل بتاعنا اي element ونديله ID. طيب احنا الكلام ده لو هنعمله باكج، هنعمل الجزء التاني اللي انت قلته ده ازاي؟ لا مش فاكر. ممكن الباكج برضه عارفش في الاندكس وال HTML. ما بالظبط ما فيش اكسس على الاندكس وال HTML، ازاي هنحضر اي اليمنت هناك؟ ممكن نضيفه في البادي خلاص، بادي ايه؟ بادي تاج حلو، ازاي؟ دوكيمنت دوت نجيب البادي بس. يعني نحط جوه البادي بشكل مباشر؟ اه ماشي اقتراح حلو. حد عنده رأي تاني؟
ممكن ما نستخدمش بقى كريت بورتال ما دام حضرتك بتتكلم في ان هو باكج. ليه؟ ايه وجه الاعتراض يعني، او ايه وجه التعارض؟ مش تعارض، لا يعني حل من الحلول يعني، نسأل السؤال، ايه فائدة الكريت بورتال اصلا؟ ان هو هينجكت الاليمنت بتاعنا بره ال يعني بره التري بتاعت بره الفيرتشوال التري دوم. بتاعتك بالظبط. اه هل انا محتاجه جوه التري بتاعت الفيرتشوال دوم؟ ده السؤال، هو او خلي بمعنى بالك صح هم ليه اصلا ليه بيخلوا الاستاندرد بتاعتها تبقى بره التري؟ اجابه مختصره، عشان البرفورمانس. على قد ما تقدر انت عايز تضيف اليمنتس كتير في مكان واحد، خصوصا بيحصل فيه ريرندرز كتير، فانت بتفصله في مكان تاني. هنا ممكن نعمل حل من الاثنين، طبعا مش هحدث الفايل هنا، يا اما انا اعمل زي ما احمد قال اضيفه في البودي بشكل مباشر، او ممكن اكريت اليمنت خاص بالبوب اب دي وامسحه لما الموديل اللي حصل لها ديستروي. في الكيس دي انا مثلا مش عارف دي يعني، عايز اعرف هعمل دي ولا دي، ساعتها باجي اعمل كده. بص انا كده تعالى نعمل ريفريش الاول، عشان المنطقه ديت معمول لها كريت عشان فتحت البوندلز دي كتير. ننزل تحت، كل دي بورتلز. طيب تعالى نكليك كده، تعالى نفتح دي الاول كده، هخليها على الجنب. اقفل ده واقفل ده ونزل دي. ايوه كده، اوبن موديل. طبعا عمل حاجة عجيبة. انا بالمناسبة انا الكود ده اول مرة ابص عليه معاكم، يعني انا الحتة دي انا بكتشفها معاكم زيكم بالظبط، فانا لسه مش عارف اعمل فيها ايه. فدي من الحاجات المهمة، انت مش بالضرورة تكون عارف انت هتعمل ايه، بس ممكن تحاول تعرف تعمل، تستشير في اللي انت بتعمله. تعالى نكليك هنا، ده تقريبا البوب اب بتاعتنا. انا جيت مسحت دي، اللي يحصل هي دي بديل البورتال بتاعتي. طيب تعالوا ناخد الحل السهل. ايه الحل السهل؟ نضيفه جوه ال H1 مهمش. نضيفه جوه الدوكيمنت بودي. شوف الكلام ده هيشتغل ولا فرق في وشنا. طاجل ماي موديل، تعالى كان انسبكت عليه، شوف هل الالمنت ده ضاف اصلا ولا لا. لا ما عملش حاجه، ماي موديل ضاف. هنا زي ما قلت لكم هو هنا بيضيف الالمنت جوه بورتل، او بيحطها بيكريت لها الالمنت بشكل مباشر. دي نسبيا اعتقد ممكن يبقى ليها فايده، ان هو لو عايز يعملها زي كلين اب، مش عارف صراحه، مش عارف ايه. مش احنا ممكن نكريت element، يعني احنا نكريت element وندي له ID وندي نحط الموديل جوه ال element اللي احنا عملناه ده، فاحنا كده مش محتاجين. بص مثلا دي من الحاجات اللي احنا عرفنا هم شغالين بايه، بنكست العين. دايما على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا خش دعبسوا في الاكواد بتاعت الحاجات ديت. بروبس بيج بروبس، بص كده دي مسكت موجوده اليوزر لانجوج، فهو مسمين اصلا الصفحه الكي اللي هنا ده يوزر لانجوج. البيج ده مسارها كويري، عندنا يوزر لانجوج ضايفها فيه، بس انا مش حاطط هنا كويري لانجوج، جابها منين؟ بيلد اي دي نكست اكسبورت. طبعا دخلت لكم في حاجات مالهاش لازمه، بس يعني هرجع لكم تاني دلوقتي حالا اللي احنا فيه. تقول ايه يا احمد يا وائل؟ كرييت ديف مثلا ندي له اي دي ونحط البورتال جوه بتاع ده، او البورتال جوه الاي دي بتاع الديف اللي احنا عملناه ده، يعني يعني جوه الموديل هنكرييت ديف. انا عايز حتة تانية، هل نكريت الديف جوه الاوبن؟ انا عايز كده اون ذا فلاي. طيب
ايوه احنا اول حاجه محتاجينها، انا محتاج ان انا اجنريت اي دي للاستاذ ده. راندوم، مش عارف انا هعمله كده صراحه، يعني محدش يقول لي انت ليه بتعمل كده، بس انا لازم ارتجل. اشمعنى هم بيتاجلوا؟ ارتجل يعني احط الفلاش بتاعي. انا هشوف الاليمنت ده لو موجود عندي كونست. if not element، لو مش موجود انا عايز اكريته اصلا قبل ما ادخل على الكريت بورتر. اخليها كونست موديل element، اديله الاي دي، بعد كده الدوكيمنت دوت بادي ابند تشارت. دي مش تنفع كده لما اخذه جيت. ده الحل التاني، ان انا كريت element on the fly. تعالى يشتغل ولا ده كله هراء؟ هنبص كده البادي. اهو ده الاليمنت بتاعنا. ممكن برضو نديله اشمعنى هما يعني element dot set attribute data dash portal true. ما اعرفش ايه صراحة، تطبيقات ما اعرفش ايه الهدف منها، بس يعني دي ممكن نبقى نسيرش عليها بعدين. هل هيضيفوا هيكتبوا حاجة جديد؟ لا، مش هستعمل ريفرش، كله كاتب حاجة جديد. طيب كده عندنا الاليمنت بتاعنا اهو موجود وزي الفل. هل محتاج ان انا اضيف له؟ انا ليه مستخدم الاي دي؟ عشان بس يبقى عندي ريفرنس ليه. وان كنت اعتقد ممكن اعمل حل من غير الاي دي، ممكن كاريت الاليمنت عادي اول مره، وهنا بدل ما تشيك اف نوت اليمنت ده، لا اشوف لو البادي ما فيش فيه الاليمنت ده اضيفه فين لو انا مش عايز استخدم الاي دي. مين كان بيقول ايه؟ طب انا هعمله في يوزر افكت وخلاص. ماشي يوزر افكت. لا انا مش عايز يوزر افكت، انا عايز كاريت اون ذا فلاي، لان اليوزر افكت هتشتغل امتى؟ انا عايز اليوزر افكت هتشتغل بعد ما اخش هنا، انا عايز ده يشتغل قبل ما ادخل هنا. فانا هنا ممكن احنا ماشي function get model release string. انا ياخد كل الكلام الحلو ده كده هنا return ماشي const element. بس كده كده الدنيا عليها بقت منظمة سهلة. ده حل. الحل التاني واللي انا برضو هعذبكم بيه شوية، ان انا بعمل ايه لو انا مثلا مش عارف اصلا الفكرة اعملها ازاي، على قد ما اقدر بحاول اعمل اللي انا هعمله دلوقتي دوت، ان انا اخش على السورس كود بتاع الباكج او الفريم ورك ده، واحاول اوصل لحل، اوصل لحل منها موديل سورس بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة عشان الناس ما تتشائمش، مش هوصل لحل. بس تعالوا نشوف ايه اللي ممكن نعمله. لا كنت كده عبارة عن ايه؟ لا ما ليش دعوة كنت كده اصلا. تعالوا نشوف هنا الهوكس ده. كل ده كلام فاضي ما استفدناش منه بأي حاجة. تعالوا نشوف هنا الايفنتس. ده دي الحاجات اللي عاملينها عشان ممكن اعمل حاجه تانية بالنسبه لحته الاي دي ديت. ممكن ازود للموديل ده، ازود له اي دي، موديل اي دي ديفولت اوتو جنريتد. فانا ممكن هنا اجي كده اقول له model props dot id or كذا. طيب دي اي يعني اي حاجه ممكن تجنريت الاي دي. مثلا بستخدم reinforcement عشان اجنريت الاي دي. انا ما وصلتش هنا الحل صراحه، بس مش عايز احرق وقت فيه عشان الساعه اصلا اوريدي بقت واحده، فغالبا مش هنوصل لحل ده، غالبا هتبقى في الكور غالبا، اعتقد كده والله انا هتبقى في الكور.
هشع كومبوننت A B C D K M هات الموديل اهي الأستاذ ده موديل روت. بص اعمل كل حاجة كومبوننت دي البروبس فاكتري. هل انا مستخدم حاجة؟ لا. حد يقول لي انت بتدور على ايه؟ بقول لك انا بحاول ابص، ببص بصة سريعة لان انا مش المفروض ان انا افهم الكود بتاعهم، بس يمكن اطلع منهم بحاجة مفيدة. هنا مثلا عامل كونتكست بروفايدر ليه، ماشي، دي برضه من الحاجات الحلوة اللي هو عاملها. طيب انا دلوقتي عملت البورتال بتاعي، عملت الاليمنت بتاعي، دلوقتي محتاج اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل الاوفرلي بتاعتي. مين ممكن يقول لي نعمل ايه في الاوفرلي؟ هنعملها ازاي؟ الفلور الكالر والاوباس. احنا قلنا الاوباس هتبقى نص مثلا، الكالر هيبقى اسود، في حتة تانية برضو مهمة اللي هي ايه؟ هو الاوفرلي دي انا هعملها فين؟ هل هعملها تبقى جزء من الموديل ولا هعملها تبقى فيكسد، يعني مش مرتبطة بالكونتنت بتاعها؟ في الغالب هعملها تبقى جزء من الموديل بتاعي، بما اني مش هحتاج اكتر من element فيها. div last name الجزء ده هل ينفع مع اسمه ولا لا؟ دي اللي كنت بتقول عليها يا مصعب، الباك دروب فلتر دي. هي دي يا باشمهندس. طيب انا محتاج ان هي البوزيشن ابسولوت ويدث 100 اتش 100، ممكن ازود له زد اندكس. الكلاسز دي مش موجودة، المفروض ويز فول وهايت فول. دي مش موجودة؟ فول وفول. ما بص انا قلت ارتجل الصراحة. انا احب الناس المصحصحة، انا زي ما قلت لكم انا ضايع في ال زد اندكس. طيب نديله زد اندكس كام؟ واحد ولا 10؟ عندي 10. لا المفروض واحد، لان انا هعمله اصلا مزيد اندكس. طيب معنى كده ان انا عندي هنا ديف باس نيم. احنا سطبنا الاستاذ ده بس ما عملناش الباقي، عايزين نمرج الكلاسز. احنا اول حاجه محتاجين نعمل لها ميرج الكلاسات نفسها. ونست لا مش هينفع نعملها ميرج بشكل مباشر. طيب خلينا كده نشوف الاستخدام بتاع الباكج اللي احمد قال عليها. ماشي، انا مثلا ممكن اقوله كونست روت كلاس تساوي موديل دوت روت والبروبس دوت كلاسز دوت روت. بس كده. دي احنا لا دي اكيد موجودة عندنا، دي عايزين نقول له ان هي ريكوايرد عشان ما يقعدش يزعجنا. ماشي، خلي روت ايه عندنا؟ اول حاجة انا عايزه يبقى ريلاتيف موديل داش روت. تقريبا دول انا هحتاجهم دلوقتي عشان انا ما اعرفش ايه الباقي اساسا. روت كلاس هنشوف الكلام ده. ماشي، في باص اسمه موديل داش روت ده ايه؟ ما سمعتكش.
في كلاس حضرتك كتبت اسم الموديل ده اسمه روت. ده انا ضايفه ليه؟ عشان لو حبيت تبقى تعمل اكسس عليه عن طريق سيلكتور، يعني عايز تابديت مثلا اليو اي بتاع كل المودلز في الموقع. فانت لما بتديش حاجه ستاتيك كلاس غالبا لو انت بتستخدم باكج بتعاني منها عشان تعمل ابديت عليها. يعني افترض انا عايز احدث اليمنت جوه الموديل بتاعي والباكج نفسها مش مديني اوبشن ان انا احدثه بشكل مباشر، فهحتاج حاجه زي كده اعرف امسك بيها الموديل. تمام. بس دي الفكره. طب تعالى نتاكد الدنيا دي شغاله. كلاسز روت هوم روت فريش طاجل بس كده تمام. كده لو حب يضيف ضيف، مش عايز خلاص الجزء بتاعنا موجود ماشي. طب انا عايز اضيف الاوفرلي واجي هنا اقول لها البروبس بتاعتها غنى ليه؟ اوفرلي تمام اوفرلي هنشوف بقى الكلام ده. طيب هو هنا ليه زعلان؟ لان الاستاذ المحترم ده محتاج ياخد، هل الروت محتاج ياخد بوزيشن فيكسد؟ مش احنا المفروض نحط الاوفرلي نفسه جوه دي، مش عاملينهم في بعض يعني يعني الموديل ما يبقاش جوه الاوفرلي، مش المفروض يبقى جواه؟ الموديل جوه الاوفرلي؟ لا الاوفرلي ده بيبقى في الخلفيه، ده اليمنت والكونتنت نفسه بقى اليمنت تاني، هو مش جواه ولا حاجه. انا عايز افصل الاثنين عن بعض عشان اتحكم في الاثنين. اعتقد ان انا دي محتاج اخليه يبقى فيكسد. فيكسد و دبليو فول اتش فول اعملها انسيت زيرو. انسيت زيرو هياخد ال، مين؟ لو كنت عملت انسيت زيرو ده معناه توب زيرو فول ريد. انسيت دي كده ماشي، ده كده كلام محترم ماشي. استاذنكم دي او جاي لحظة. طب معلش يا شباب، خلينا نقفل لغايه كده النهارده ونكمل بكره ان شاء الله، عشان انا للاسف مضطر اقوم دلوقتي كده كده الساعه 1:10. فمن بكره ان شاء الله نبدا نكمل الجزء الخاص بقى بالايه، بالكونتنت اللي عندنا. كان ده كده الدنيا بدات تبهوأ مننا، بس هنبدا نظبطها غدا ان شاء الله. ماشي يا شباب ماشي يلا. ماشي يا باشمهندس، بس بدري بقى. ماشي يا باشمهندس، ما هم الناس اللي كانوا طالبين متاخر هنعمل لهم ايه؟ خليها بدري ان شاء الله. او كده كده اصلا ده بكره في السيشن بتاعت المطعم، هيبقى يوم الاحد بقى، كملها يوم الاحد ان شاء الله. هي بكرة السيشن بتاعت المطعم؟
اه مش بكره السبت؟ اه ايوه بكرة السبت. بالظبط، يبقى بكره السيشن بتاعت المطعم. ماشي يلا، ماشي يا شباب، اشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.